تسلمت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار جائزة الآغا خان للعمارة نظير مشروع إحياء منطقة المحرق من قبل سمو الأمير كريم آغا خان. جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة والذي عقد في مدينة قازان الروسية. ومثل جمهورية تاتارستان الروسية في الحفل رئيسها السابق السيد منتيمير شايميف، كما تم تكريم فريق عمل المشروع ومثله المهندسان نور السايح وغسان الشمالي. وكان مشروع إحياء منطقة المحرق قد فاز بالجائزة إلى جانب 5 مشاريع من دول عربية وإسلامية أخرى. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن فوز مدينة المحرق بجائزة الآغا خان للعمارة هو ثمرة جهود مستمرة منذ سنوات لإعادة إحياء مدن البحرين القديمة. وأكدت معاليها استمرار تحقيق المنجز الثقافي والحضاري البحريني بفضل دعم جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، مشيرة إلى أن هذا الدعم يساهم في الترويج لما تحظى به المملكة من أهمية إقليمية وعالمية كمركز إنتاج ثقافي. وأشادت معاليها بأهمية التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص في المحرق، مشيرة إلى جهود مركز الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة للثقافة والبحوث الذي بدأ بإحياء النشاط الثقافي في مدينة المحرق القديمة منذ عام 2002. كما بينت أن تعمل على استكمال مشروع موقع طريق اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مع نهاية العام المقبل. وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة أن إعادة أحياء المدن القديمة يعمل على تحقيق العائد الاقتصادي إضافة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة والخصوصية الثقافية والاستثنائية للمدن البحرينية والتي تعد من أهم عوامل جذب النشاط السياحي والاقتصادي.